يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج دمسكو على شاشه العالم سوريا. مثل ما عودناكم دائما بحلقتنا لليوم رح يكون في عنا العديد من المواضيع المهمه، بالاضافه الى ضيوف جدا رح يكونوا معنا مميزين بالشان الطبي وايضا بما يتعلق بالمهارات والمشاريع الصغيره. ولكن بالبدايه خليني رحب بهزار. يسعد اوقاتك هزار. بيتي واعز، ما في داعي للترحيب. من اهل البيت. يسعد اوقاتك منير بدايه، مع انه يعني كل النهار هيك مشلوشين ومشغولين. صحيح. بس هيك بحس هي الساعه فيها الكثير من اللحظات الاستثنائية، ما بعرف ليش سموها لحظات، ولكن رح نحاول تكون هاي الحلقة كمان استثنائية بالكثير من المواضيع اللي رح نحاول نضوي عليها والفقرات والتقارير يلي بنتمنى أكيد تنال إعجابكم. نرجع لقصة لحظة استثنائية، ما بعرف منين اجت التسمية، قد هي يعني بتكون سعيدة ولكن هي فقيرة جدا لدرجة انه تسمى لحظة واستثنائية. يمكن تجيك بالعمر مرة أو مرتين. يعني أنا على الصعيد الشخصي ما بعرف إذا فيها اللحظات الكتير كبيرة يعني استثنائيا، ولكن بالمجمل يمكن هزار يعني الواحد عنده لحظة أو لحظتين بالحياة. بتنجح البكالوريا، هي لحظة استثنائية عند كتير ناس ومحورية بتكون وبتحدد لهم حياتهم، ويمكن لما بيتزوجوا ببلشوا هي حياة الزوجية. هلأ ما بظن أنه هي اللحظات الاستثنائية بهي الطريقة، هي مصيرية جدا، هي بقرار زواج أو إنجاب طفل أو يعني قصص مصيرية. ممكن تكون هيك لقاء بالصدفة مع شخص منحبه، مع صديق قديم، ممكن تكون يعني قصص خفيفة، ممكن ضحكة ضحكتها بهالزمانات ما رجعت ضحكتها يعني ابدا. سألت عن اللحظات لسه مو، يمكن هي اسمها لحظات عابرة. هي لحظات عابرة. صار في اختلاف على الاسم. هلا بكل الاحوال ان كانت لحظات استثنائية مفرحة او فيها قرار مصيري بيتعلق بحياتنا، او كانت لحظات عابرة مثل ما بده منير، المفروض انه نستغلها مثل ما هي وبالوقت الصح يلي اجت فيه، يعني ما نضيعها هباء منثورا مثل ما بيقولوا للاسف، وبعدين نقول يا الله كانت لحظه استثنائيه بحياتي ومرقت وقطعت. لانه في كثير ناس يمكن بتمر فرصهم قدام عيونهم بس ما بيشوفوها وبيرجعوا. هي صفت فرص ما عادت لحظه. يعني لحظه استثنائيه انك انت تستغليها، عندك هي الفرصه، هي لحظه استثنائيه عند كثير من الاشخاص، ولكن يمكن ما بيستغلوها، ما بينتبهوا لها، بس بيستذكروها بعد شي 10 سنين و15 سنه و20 سنه. وانا مريت بلحظه استثنائيه يمكن لو انه اتخذت فيها قرار معين او تعاملت مع هي اللحظه بطريقه اخرى يمكن كان توجهنا لمكان اخر بحياتهم. طيب. استغلوا يا جماعه الخير كل اللحظات، كانت استثنائيه ولا عاديه ولا عابره ولا اي شيء، خاصه انه خاصه اذا كانت هي اللحظات هي شيء ايجابي ما انا شيء سلبي طبعا. رح نبدا حلقتنا اكيد نستغل اليوم. الطاقه الايجابيه اللي تماماً. نحن فيها. وطبعا رح نكون معكم بمجموعه من الاخبار، ولكن فاصل وراجع. اهلا وسهلا فيكم طبعا بمجموعه الاخبار يلي انتقيناها لليوم اكيد هزار. ورح نبدا باول اخبارنا اللي له علاقه بالصحه. مثل ما بنعرف بانه دائما يحذر من الابيضين طبعا، اذا كنا بدنا نقول السكر والملح، لانه دائما هنن مشاكلهم وسلبياتهم اكثر من فوائدهم. خلينا نقول ورح نحكي طبعا خبرنا اليوم هزار عن موضوع الملح. قديش في ناس خاصة مؤخرا عم تشوفيهم انهم دائما بعيدين او ما عاد عم يستخدموا الملح اساسا، وفي ناس ما فيهم بلا الملح، بيعتبروها هي النكهة الاساسية لاي طعام. انا يعني هيك بعتبرها، يعني الطبخة ما يعني حتى ما بشم ريحة الطبخة اذا ما نحط لها ملح. لهي الدرجة واصلة. طبعا هي نصيحة طبعا رح تكون لها زار قبل ما تكون لكم مشاهدينا. طبعا دائما بنشوف بانه دراسات تشير الى خواطر الملح. احدى الدراسات اشارت بانه هو سبب مباشر لارتفاع الضغط، ولكن الدراسه الجديده عم تقول بانه الملح ممكن يعمل نوع من السرطانات. هذا الشيء يمكن الغريب عند كثير من الاشخاص انه يسمعون الملح له ارتباط بالسرطان، لانه بيهاجم الغشاء اللي بيحمي المعده. وعلى فكره ممكن يكون هذا التوجه صحيح، لانه مؤخرا كمان صرنا عم نشوف كثير من الاشخاص اللي عم يستخدموا اول ما يفوقوا الصبح حب الحمايه من الغلاف للمعده، يمكن صحيح. لانه مهدر يعني خالص. يمكن مثل ما ذكرت كثره الملح، وعدا عن انه عم نشوف الكثير من الاطباق عم ينضاف لها انواع من الاملاح، شيء ملح صيني، شيء هيمالايا، الكثير من الاطعمه اللي
فيها نوع من الملح، ولكن نحن ما بنعرف لهلا قد ايه ممكن يكون مضاره، عم ينضاف بكميات كبيره للاطعمه للشيبسات للكثير قصص بنعملها يمكن ضمن المنزل، فممكن كثير انه تسبب تخرج بغشاء المعده وطفرات سرطانيه للاسف بتؤدي لطفرات سرطانيه. الدراسه ايضا هزار اشارت بانه الموضوع لا يتعلق فقط بالمعده او حتى الغلاف الحامل للمعده، حتى يتعلق بصحه الكلى نفسه. موضوع التصريف في الكميات من الملح أيضا هو موضوع ليس سهل على الجسم، على الجسم طبعا. احنا كمان شفنا انه مو بس موضوع انك انت تاكل كمية كبيرة بوجبة واحدة، ولكن الناس اللي بتستخدم الملح بأكثر من وجبة بنفس النهار، يعني بالفطور في ملح وبالغدا في ملح وبالعشاء في ملح، حتى مشروبهم احيانا بيكون كمون وملح وليمون، فهذا الشيء ايضا يعني بيعمل مثل حكيتي حضرتك انه هو تخرشات يمكن توصل لنتائج كثير كارثيه. هلا رح نحاول قدر المستطاع، بما انه وجهت النصيحه لإلي بالبدايه، رح نحاول قدر المستطاع انه نخفف من الملح وايضا السكر، يعني هو لسه بيبقى السكر اوقات فيه مشكله اكبر تماما، لانه منروح على البيت شوفي عنا دراسات اوكي انه الخلايا السرطانيه غذاء الاساسي هو السكر تماما، فالناس يمكن بتعزز هاي الحاله تمام. ايضا انه ما عاد فيكي يعني تستطعم حتى الكلمه صعبه تستطعمي طبعا بالمشاريب، ايضا في كثير اشخاص بيستخدموا السكر بالقهوه بالشاي بكل شيء، فكل شيء حلو حلو زياده، فهنون خلص تماماً. يعني صار اي شيء عم يشربوا مو حلو، لا القهوه يا جماعه بغض النظر عن كهتم مهم انكم القهوه يا جماعه اتركوها ساده اذا بتريدوا القهوه حسرا باقي ما تبقى خلص انتم احرار بقى اعملوا محلايه كتروا سكر هذا الكلام لي انا ما بعرف كيف بدي انصحهم، انا اكثر حدا بيستخدم السكر وبيستخدم الملح يعني النصيحه لي يا جماعه اكثر ما تكون لكم. خلينا نشوف خبرنا الثاني، هو نوعا ما طريف وغريب جدا. رئيس بلدية بفرنسا أو بإحدى المقاطعات بفرنسا أصدر أمر بوقف المطر بالصيف. وجه رئيس بلدية فرنسية يدعى دانييل ماريير رجال الدين ببدء الصلوات لحتى تخف الأمطار، لأنه للأسف عم نشوف الكثير من الضباب خلال هاي الفترة، خصوصاً أنه نحن بفترة صيف، فبعض القرى يمكن ما دخل الصيف أو نحن عم نشوف الكثير من التغيرات المناخية يلي عم تكون منير بهذا الكوكب الغريب جداً يعني يلي المفروض وقت الصيف يكون صيف وقت الشتاء يكون شتاء، فممتعد جداً هذا الرئيس البلدية. وهنون على فكرة البلدة كلها على عبارة عن 227 نسمة، يعني كلهم بيطلعوا بباص نقل داخلي عنهم، يعني بيساعوا باص نقل داخلي، حتى حرارة تسمى بلدة، يعني صغار كثير الجماعة، بس الفكرة انه قديش في ناس هيك ما حدا عاجبه شيء، ناس عم بتموت على قطرة المياه طبعا، انه بتتمنى لو ينزل في عندها مطر ببلدانها، وناس هيك سبحان الله ما هلا هو تماما. هلا هو اجى بالبيان تبعه او بالتصريح تبعه انه بتشرين وبايلول وحتى باب، يعني ما في اشكال انه لازم تشرق الشمس ونشوف الشمس والصيف. هلا ما بعرف هو ليه عم يخاطب الزلمه بحب رجال الدين حسران، يمكن لانه هي شغله اعتياديه، نشوف نحن عندنا كمان تمام. في صلاة الاستسقاء لما بيكون تماماً. في نوع من انواع يعني التصحر او فهو حب يعمل العكس انه بدنا صلاة للشمس تماما، انه واجبهم طبعا بانه ما يعملوا لنا هيك، يروحوا على شيء تصحر، الجماعه بدهم الشمس وما بدهم الامطار، يعني سبحان الله. هلا هو بكل الاحوال كمان الاخبار بتقول انه بفرنسا بالاسبوع الماضي او الفتره الفائته كانت كميه الامطار يعني الهاطله بتساوي الامطار اللي كانت من 1991 لعام 2020، فيبدو انه في كميه امطار غزيره جدا بهي الفتره، عم نشهد يمكن تغير مناخي جدا غريب. حتى نحن يمكن بهذا الاسبوع بعد فتره الكثير من الشمس عم نشوف شويه هيك في نسمه هواء في منخفض، صحيح عم مر فيها هلا في نسمه لطيفه والناس بظن هيك مبسوطه اكثر انه تضل هي النسمه، صراحه حلوه النسمه اكيد. طبعا هي كانت اخبارنا لليوم، خليكم معنا فاصل وراجع. من الصغر دائما بنسمع عن نصائح من اهالينا من اطباء الاسنان بانه المفروض
من الصغر لآخر يوم بعمرنا نعتني بأسناننا، الابتعاد عن الحلوى والقصص اللي هي على أدمانا طيبة على أدمانا، يعني للأسف بتسبب الكثير من القصص السيئة بالأسنان. طبعاً هزار نحن عم نحكي عن العناية بالأسنان للأطفال، فأولاً إذا عم نحكي عن شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيحتاجوا إلى العديد من طبعاً من الإجراءات الخاصة، من الاهتمام، من التعاون ما بين ذوي الطفل وأيضا الطبيب المختص، رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، كيفية العلاج والوقاية وأيضا شو هي أهم النصائح والخطوات اللي لازم يتم اتخاذها. أكيد مع ضيفتنا اللي صارت معنا داخل الاستوديو الدكتورة إيناس الحلاق الاختصاصية في طب الأطفال، في طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. يسعد أوقاتك دكتورة. يسعد أوقاتك يا رب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة. بداية خلينا بس نكتشف أنه هو في اختصاص للأطفال أو طب الأسنان للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أي تمام. هلأ نحن في عنا قسم بالجامعة اسمه قسم طب أسنان للأطفال، هو يعنى بدراسة ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني يعنى بالاهتمام بأسنان ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو ماجستير بحد ذاته، أطباء بيتخصصوا فيه بيعملوا ماجستير، ممكن منهم يعملوا دكتوراه بهذا المجال بالذات، فنحن في عنا اطباء اختصاصيين بهذا المجال. دكتور بما انه نحن عم نحكي عن شريحه ذوي الاحتياجات الخاصه، فدائما بتتساءل الناس انه شو اللي هي المشكلات الفمويه اللي ممكن يعانوا منها ما بتشبه الاطفال الطبيعيين السليمين. هلا نحن اول شيء لحتى نعرف ذوي الاحتياجات الخاصه، منظمه الصحه العالميه عرفتهم انه هن الاشخاص اللي عندهم مشكله نفسيه او عقليه او جسديه تمنعهم انه هن يشاركوا بالنشاطات اللي عم بيقوم فيها الافراد من ذات الفئه العمريه. فنحن اي مريض عنده احدى هي المشاكل سواء جسديه او عقليه او نفسيه يعتبر ذوي احتياج خاص، لانه البعض ممكن يفكر انه خلص الاطفال المصابين متلازمه داون هنا فقط من ذوي الاحتياجات الخاصه. لا، اي فينا نقول احتياج عقلي نفسي جسدي بتمنعه من المشاركه بهي الانشطه اللي بيقوم فيها الافراد بذات الفئه العمريه هو يعتبر ذوي احتياجات خاصه. يعني عندنا مثلا الاشخاص اللي عندهم طيف توحد متلازمة داون، شلل دماغي، تخلف عقلي، صم البكم، المكفوفين، في عنا مثلا اضطرابات السلوكية مثل عنا فرط النشاط، كل هذا يعتبر ذوي احتياج خاص، فهو يعتبر بده معاملة خاصة وبده طبيب مختص بهي المعالجة. غير الناحية السنية لهم ناحية سلوكية تمام. فهو هذا الأهم من الناحية السنية. طبعا في مشاكل سنية مختلفة عن باقي الأطفال من ذات الفئة العمرية، بس كمان في مشاكل سلوكية وهذا الأهم وهذا اللي بيوقعوا فيه الأهالي. طيب بما أنه عم تذكري أنه ممكن يكون عندهم حالات سنية غير باقي الأطفال من أقرانهم، هل هن بحاجة إلى زيارة دورية كل فترة معينة عند الطبيب الأسنان كرمال ما تتفاقم الأمور؟ أكيد. هلأ نحن شو المشكلة بيوقع فيها الأهالي؟ أنه أنا مثلا وقت بيولد طفل عنده احتياج خاص، فالأهل مثل بتخبط أنه أنا ابني عنده احتياج خاص، أنا عنده مشكلة صحية، فهن بيروحوا على الجانب البشري بيهملوا الناحية السنية. يعني هن مثلا بيروحوا أنه أنا عندي مشكلة قلبية، عندي مشكلة دموية، عندي مشكلة نفسية، فهن آخر شيء ممكن يفكروا له أنه أنا عندي مشكلة سنية، خاصة أنه أنا كمان ممكن يكون عندي أدوية هي بتحتوي على نسبة عالية من السكريات بتفاقم لي الحالة السنية، عندي مثلا مشاكل خلقية بعظام الفكين كمان ممكن تفاقم لي المشكلة السنية، احيانا احدى هي الاضطرابات ممكن يكون في عندي مشاكل بالاسنان، فقد بالاسنان، تشوه بالاسنان، نقص تمعدن اسنان، فكل هي الامور اخر شيء بيلتفتوا لها الاهل وقت الطفل بيصير عنده الم، هون بقى بيكون صار في عندنا مشاكل كثير كبيرة. مثل ما يعني بنعرف دكتورة انه في عدد كبير من الامراض يبدأ بمشاكل فموية وبينتقل للجسم، يعني احنا إذا عم نحكي عن بكتيريا بالأسنان فهي البكتيريا هي نفسها رح تعمل العدوى بكل الجسم. صح. فالأسنان السليمة والحالة الفموية السليمة قد هي بتقي أيضا من عديد الأمراض. كثير، لأنه نحن عندنا على أبسط شيء اللي هو الخراج السني هو عبارة عن بؤرة بكتيرية موجودة بالفم، فهي ممكن يعني إحدى الدراسات لك إنه هي ممكن تعمل روماتيزم. يعني انت متخيل خراج رابط يعني. ايه خراج سني بيعمل روماتيزم. احيانا مثلا بيكون عند الخراج صار في حاله حاده فهو بصير عندي انتباج وجهي، يعني انا في عندي احيانا بيجوا اطفال هيك وشون منتبج حراره صحيح. لا سمح الله ممكن يصير في عندي تجرسم بالدم، التهاب شغاف قلب، يعني فانا عندي الفم كثير مرتبط بباقي الجسم بس للاسف يهمل تماما. دكتوره نحن بنعرف انه السلوكيات او العادات اللي بيتم التعامل فيها مع هدول الاطفال ما بتشبه باقي الاطفال، حتى من ناحيه موضوع الطعام اليوم. طيب. اغلب الاطفال مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه نوعيه الطعام اللي بيتناولوا، الطعام مطحون،
طعام مثل ما حكيتي حضرتك بيحوي نسبة سكريات عالية، هي بتعمل التصاقات أكيد. تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع، هل هي ممكن تكون لها تأثير سلبي أكثر من باقي أنواع الطعام، فهي بحاجة لعناية أكثر؟ تمام. هلأ نحن عندنا مثل ما حكيت أنه هن الأهالي مشان يلهوا ابنهم أو أنه هن مثلا يعوضوه عن الناحية اللي هو فائده، ما بيهتموا بالناحيه السنيه، وهن ما عندهم مشكله يعطوا كميه كثير كبيره من السكريات. بعض الاهالي طبعا مو الكل، لا في حرام، في اهالي كثير هن متعاونين ماشيين بشكل منتظم ماشيين، بس نحن عندنا الشريحه الاكبر من اللي موجوده عندنا بيهملوا موضوع الناحيه السنيه بموضوع التعويض عن الناحيه اللي فاقدها غير ادويته، غير انه الطعام المطحون. هلا الطعام المطحون مو عند كل الاطفال، بس اللي عندهم فعاليه المضغيه منخفضه، يعني هن ما بيقدروا يمضغوا منيح، فهن الاهالي هي بتكون في يعني مو اكثر من 3-4% من الاطفال قليل. باقي الاطفال لا بياكلوا طعام عادي. فنحن عندنا الفئه الطعام المطحون هو ايمان انه بيعمل التصاقات، ما كثير بيعمل التصاقات، هو ما في حركه سنيه، بس هو بيكون لزج فهو بيعلق الاسنان، ونتيجه صعوبه انه الاهل يعتنوا فيهم للاسنان الاطفال فبيصير عندي انا مشاكل سنيه. فهو مو بحد الطعام بحد ذاته قد ما هو ممكن يكون في مواد هي لزجه تعلق على الاسنان اكثر، ممكن يكون عندهم مثل ما ذكرت انه عندهم مشاكل بعظام الفكين، يكون عندهم تراكب مثلا بالاسنان، اسنان مزدحمه. أنا هون حتى التنظيف بيصير أصعب وأصعبين، لأنه أنا عندي مثلاً سطح سن متراكب على سطح سن، هون بيكون بده دنتال فلوس خيط سني لحتى يتنظف، بده فرشاية بطريقة كتير خاصة، طريقة خاصة يعني طريقة التفريش بتكون خاصة، أو فراشي بين سنية. هذا الشيء ما له محقق نتيجة حتى عدم تعاون الطفل. يعني أنا مثلاً طفل ذوي احتياج خاص، يعني هو عنده مثلاً ممكن يكون الفعالية الاي كيو عنده يا منخفض، فهو ما يتعاون مع أهله، فيجي وقت الأهل بدهم يفرشوا الأسنان ما يتعاون معهم، فهو يفرشوا له مثل هيك، يعني هذا إذا فرشوا أي ندبر حالنا. فأنا بلاقي مثلاً بعد فترة من الزمن عندي نخور منتشرة جداً جداً، غير أنه قلنا ممكن يكون عندهم نقص تمعدن، يعني أنا عندي إياها بيقولوها بالعامي بنية سن ابني ضعيف، يعني انا عندي معادن، المعادن الموجوده بطبقه المينا عندهم قليله، فانا هذا معناته اذا طبقه المينا المعادن فيها قليله معناته هي مينا هشه. شو نتائجها؟ نتائج التعامل بعد هذا التفاقم بالبنيه السنيه او بعد هاي الحاله التسوس الكبيره، كيف يتم التعامل معها؟ تعامل هلا فينا نصنفهم انه هن في عنا اطفال هن متعاونين، هن صح ذوي احتياج خاص، بس مثلا مثل الاطفال داون هن اطفال متعاونين، نسبه كثير كبيره منهم اطفال متعاونين متكلمين بيقدروا انه هن يستجيبوا معنا، فنحن فينا نتعاملهم نعالجهم على الكرسي السني بدون اي مشاكل، يعني بس بدهم طريقه تعامل خاصه، مثل انه مثلا نحن نبلش بجلسات قصيره تكون مثلا اول زياره هي زياره وديه بس نتعرف فيها على الادوات على المواد، نحاول انه نحن نقرب لهم، يعني مثلا مثل القبضه السنيه انا دائما بقول لهم اياها هي بدنا نعمل له دوش للسن، نحممه نعمل له شاور، بنجرب اول شيء صوت القبضه المي بدون ما نعمل اي اجراء صعب بالنسبه للطفل، بعدين ننتقل للجلسه الثانيه ممكن تكون هي جلسه بس وهميه، بس انا مثلا شغل له القبضه للطفل بس هو يجرب احساس المي كيف وقت المي بتفوت على تمه، يجرب مثلا انه هي القطنه، الجلسه اللي بعدها بنبلش بالاجراءات بناء علاقه ثقه يعني بين تماما. انا دائما بحب انه مو بس عند الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى عند الاطفال انه تبنى علاقه ثقه مع طبيب الاسنان، لهيك نحن دائما بنقول لهم للاهل انه لازم كل 3-6 أشهر اي طفل يزور طبيب اسنان، مشان اول زياره تكون وديه، يعني احنا بس نعمل تشيك، بعدين نحن بقى بننتقل للستب اللي بعده اللي هي ممكن تجي اصعب، ممكن نخر صغير مثلا نعالج له اياه، هيك لنوصل للاجراءات اللي هي صعبه. طب حكيتي دكتوره عن عدم التعاون عند عدد كبير من الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه مع ذويهم، اليوم حضرتكم كاطباء اذا كان في اجراء يعني طبي بتكون تعمله وما كان في هذا التعاون تلجؤ لموضوع التخدير. تحكينا أكثر عن موضوع التخدير، في نوعين من التخدير، موضع وتخدير عام، كل حدا أيمت بتلجأوا له مثلاً؟ موضوعي عند كل الأطفال، عند كل الأشخاص هو التخدير، تخدير السن، يعني أي حدا بده يروح عند دكتور أسنان بده يعطي تخدير. تستخدموه مع كل الأطفال؟ طبعاً، يعني يعني ذوي الاحتياجات الخاصه نفس الحاله؟ اي هلا نحن عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه هي مو بس يعني اضطراب سلوكي، ممكن يكون معه اضطراب جهازي، يعني انا مثلا ممكن يقولوا لك 70-80% من اطفال داون عنده مشاكل قلبيه، فانا صحيح. مشاكل القلبيه عند اطفال داون تستدعي اني انا يكون عندي مثلا مخدر خاص. هذا الشيء بيتم بالتعاون بين طبيب الاسنان والطبيب البشري المشرف على الحالة الصحية للطفل، يعني أنا مثلا ما بعمل أي إجراء إذا مثلا إجاني طفل عنده مشاكل قلبية، مشاكل نسفية، عنده مشاكل بالكبد بالكلية، أنا ما بعمل أي إجراء، ما بعطي أي تخدير لحتى أكتب استشارة
لطبيب المشرف على الحالة الصحية عند الطفل انه انا بدي اخدر بهي المادة، هي جرعتها، انا بدي احط مثلا مادة اسمها ادرينالين، المخدر تبعنا بيجي مع مادة اسمها ادرينالين، هل مع الموافقة ولا عدم الموافقة؟ هو بقى بيكتب لي انه انا لا معلش خدري بهذا المخدر او لا استعملي لي غير مخدر. فهو دائما لازم يكون عندنا تعاون بين طبيب الاسنان والطبيب البشري. بالنسبة للتخدير العام اللي كنا عم نحكي عنه، هذا شيء مختلف تماما. ذوي الاحتياجات الخاصة نحن بدنا نعالجهم، في مثل ما قلت لك في عندنا نسبة كثير كبيرة متعاونين، بس في نسبة كمان كثير كبيرة ما لهم متعاونين. احنا قد ما حاولنا نعمل ثقة بيننا وبينهم ما حنقدر، فنحن بنلجأ لإجراءات ثانية اللي هي ممكن أول خطوة تكون هو غاز النيتروز، أكيد سمعانين في اسمه الغاز الضاحك، هذا بينحط بس هو بده حد أدنى من تعاون الطفل، يعني أنا بدي أحط له ماسك على أنفه للطفل يستنشق ويزفر من الماسك بدون ما يفتح الفم حتى يبلش يأثر غاز النيتروز. الخطوة اللي بعدها ممكن أنه نحن نشارك معه مركنات فموية، ممكن نعطي مثلا حبوب مركنات فموية بالتشارك مع غاز النيتروز، كمان هذا الشيء بيخلي التعاون أسهل. الأطفال اللي أبدا ما لهم متعاونين ما في أي استجابة، نحن بنصنفهم بنقول لهم سلبي مطلق، يعني انا هذا ابدا ابدا ما في استجابه. حد بيكون الطفل مثلا غير ناطق، بيكون الاي كيو عنده كثير منخفض، بيكون مثلا حالته ما بتسمح له نعالج بالكرسي السني، هون ساعتها بنلجأ لاخر خيار هو التخدير العام، اللي هو نحن بناخذ غرفه عمليات بمشفى، بيكون عندنا تعاون بين الطبيب البشري المشرف على حالته، طبيب التخدير اللي عندنا بالمشفى وطبيب الاسنان، بنعالج له كل الاسنان بجلسه واحده، كل الاجراءات اللي هي ما بدها نروح ونرجع. يعني انا مثلا ما اغلب الناس دكتوره حتى الاشخاص طبيت منه هالجلسه الواحده تمام. ايه انا كثير في اشخاص بيجوا لعندي بيقولوا لي انه انا ما فيني شيء بس انا بخاف من دكتور التعاون، انا ما بدي اتعاون، خدريني بالمشفى. ليه متعبه بجلسه واحده دكتوره انه انتم مضطرين تعملوا هذا الاجراء؟ هي متعبه بس نحن كاخصائيين متدربين على هذا، يعني احنا بجامعه دمشق بنبلش ماجستيرنا، نحن بعد 5 سنين من دراسه طب الاسنان العام بنفوت ماجستير، هذا الماجستير احيانا بتكون مدته 4-5-7 سنوات يعني حسب كل شخص هو والبحث اللي عم بيقوم فيه. واللي بده يكمل بعده بده يكمل دكتوراه رد في عنده 3-4 سنين، فانت بتخيل كميه التدريب اللي نحن بنخضع له. فنحن وقت بنكون اول سنتين بالجامعه بالماجستير بنكون نحن عباره عن سنتين ميلاديات متواصلين نحن عم نشتغل فيهم لمرضى اطفال ومرضى ذوي احتياجات خاصه وعم نشتغل تخدير عام. فانا بتذكر مثلا وقت كنت بالماجستير بالسنه الاولى والثانيه انا شاغله فوق ال 150 مريض فوق برياحة، يعني هي أنا لحالي فيني أعتبر أني أنا جراح أول، إحنا بنكون جراح أول وثاني وثالث ورابع بالغرفة، فأنا كجراح أول شغلة فوق 150 حالة. فصارت هذا الشيء هو الواحد بصير عنده خبرة بتكنيك العمل بطريقة العمل بأنه هذا السن أنا شو لازم اتخذ الإجراء له، هل أنا هذا السن بيتعالج معي إنذاره جيد هو حيكمل باقي العمر مع الطفل ولا لا، أو ما فينا نقول طفل لأنه هو ذوي الاحتياج الخاص مو ضروري يكون طفل ممكن يكون بالغ، فأنا هذا الإجراء رح يكمل مدى الحياة معه، لأنه إحنا مو كل شوي فينا نفوت تخدير عام، فأنا بدي الإجراء الصارم خلص أنا هذا السن يا مثلا لنفرض الحشوة هي إنذاره جيد بيقعد مدى الحياة أو مو مدى الحياة يعني فترة كتير طويلة، او انا هذا الاجراء لا خلص ما بدي، بدي اتخذ الاجراء الاكبر يلي هو مثلا ممكن نحط كراون تلبيسه او ممكن نلجا للقلع حتى بالاسنان الانذاره سيء للاسف. فهي بيكون مدربين عليها نحن ضمن الجامعه. تمام. طيب بالنسبه للتعليمات يلي ممكن يعني تخبروها للاهل وقد ايه لازم يلتزموا فيها، خبرينا عنها اكثر. هلا اول شيء نحن مثل ما قلت لك في عندنا كل 3-6 أشهر زياره دوريه، هذا مو بس عند ذوي الاحتياج الخاص حتى عند الاطفال الاصحاء. وبيكثر هي المسؤوليه عند ذوي الاحتياج الخاص لانه انت مثل ما قلت لك انه وقت بنكتشف النخر وهو صغير بيكون عند التعاون احسن، الاجراء اسهل، بيخلص بجلسه واحده مشان ما نوصل للمرحله اللي هي كارثيه ونضطر نحن نفوت على المشفى. كل 3-6 أشهر لازم يكون عندنا زياره. هلا نحن بطب اسنان الاطفال حاليا متجهين باتجاه الوقايه، يعني هلا انت بتلاحظ كل ابحاث الماجستير والدكتوراه عنا وحتى عالميا متجهه باتجاه طب اسنان الوقايه اكثر من العلاج. فعندنا مثلا اجراءات مثل الفلورايد اكيد الكل سمعان فيها، هي ماده بتنضاف احيانا للمعاجين للمضامد، حتى بتطبق بشكل موضعي بالعياده. جلسة الفلورايد أنا جلسة كثير بنصح فيها، بتعزز أنا لأنه النخر وقت ببلش عندي ما ببلش ببقعة سوداء مثل ما بيشوفوا الكل، ببلش ببقعة بيضاء
تتحول لأصفر لأورانج لبني لأسود. وقت بتكون بالمراحل البدئية اللي هي غير مشاهدة بالعين المجردة، بتكون مقع بيضاء وصفراء لسه ما تحفرت، أنا وقت بحط لها فلورايد أنا بتصير في عندي إعادة تمعدن للآفة، يعني أنا ما عاد تتطور باتجاه النخر اللي كنا بنعرفه. ما أنا مضطرين نشيلها بالقبضة ونحذر ونعذب الطفل. فأنا وقت بطبق هي الجلسة كل 3 إلى 6 أشهر بيكون شغل، هي إجراء كثير بسيط، هي مثل طبقة كثير رقيقة بنحطها نحن على السن، بشبه لهم إياها للأطفال مثل المناكير، حط لهم اياها، ما بدها اي شيء. دكتوره لا يمكن استخدامها منزليا يعني من قبل الاهل؟ هي بتنضاف للمعاجين وبتنضاف للمضامد، بس انا مثلا كاهل انه هن يطبقوها، لا هي حصرا الطبيب بده يطبقها بالعياده، لانه لها اجراءات عزل، لها اجراءات تطبيق، الاسطح بدها تكون كلياتها معرضه للفلورايد، بس هي ما لا يعني هي بالعياده وليست ممكن احنا نوصل لمرحله الوقايه فعليا، ولا هو امر صعب بس نحن نحاول نخفف الضرر قدر لا 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 هلا نحن فينا اذا كان عندي المتعاونين معنا عم بيعملوا زيارات دورية عم يطبقوا وقاية. أنا عندي بالعيادة كثير في نسبة منيحة من هدول الأهالي، يعني أنا في عندي أهالي عن جد هنن كل 3 إلى 6 أشهر بيجوا لعندي زيارة، مو بس أطفال احتياجات خاصة وأطفال أصحاء. حتى نحن عندنا نظام بالعيادة تذكير إنه أنا بذكرهم بمواعيد تشيك، يعني نحن عندنا كل 6 أشهر عندي السكرتارية بيبعثوا لهم مسج للأهالي إنه أنتوا صار موعد للتشيك تبع طفل. شو العمر دكتورة لازم يبدأ الواحد في هاي الزيارات الدورية؟ أيمتى أنا بأخذ طفلي وبروح؟ امتى باخذ؟ هلا المفروض بيقولوا لك بالكتب انه من اول من عند بزوغ اول سن، يعني المفروض عمر 6 أشهر، هلا هذا الشيء ما عم يتطبق نحن عندنا بالبلد. يعني انا بقول لهم بعمر السنتين سنة ونص وقت بيكونوا بلشوا يكتملوا كل الاسنان لازم نزور طبيب الاسنان. في اطفال عندنا اطفال اصحاء مو ذوي احتياج خاص هن بياخذوا ببرونه كمان، فالببرونه بتاخذوا بتكون فيها حليب، الحليب فيها سكريات بياخذوها وبيناموا فيها. هذا أسوأ شيء ممكن يعملوه الأهل إنه يعطوا حليب ليلي. فنحن في عنا حتى في اسمها نخور طفولة مبكرة بيسموها متلازمة زجاجة الرضاعة، فهي هي من أسوأ الشغلات اللي بتعمل عندي نخور بشكل كتير مبكر. يعني أنا عندي طفل عمره 1 سنة و4 شهور أنا اشتغلت له أسنانه كانوا أسنانه خالصين. طيب هذا الشيء طبعا لهي الببرونه اللي عم ياخذها او هو الحليب البنيه السنيه بتكون ضعيفه ممكن من الاساس؟ النخر بيصير عندي مو شغله واحده للنخر، لحتى تصير مو عامل واحد مسبب للنخر، الوراثه بتلعب دور لانه النخر هو جراثيم، فالجراثيم تورث. شغله ثانيه بده يكون انا عندي وقت، يعني انا مثل ما قلت لك الرضاعه الليليه كثير سيئه، مو بس زجاجه الحليب حتى الرضاعه الطبيعيه. هلا انا بقول لهم دائما لازم نحن بعد كل عمليه رضاعه نمسح الغشاء المخاطي الفموي بشاشه، يعني حتى قبل بزوغ الاسنان بس شاشه مبلله بمي سيروم اي شيء نمسح له الغشاء المخاطي الفموي حتى ما تتكدس. وقت ببلش يطلع اول سن فانا بفرك السن بالشاشه، بعدين بننتقل لمرحله الفرشاه، طبعا الفرشاه بدها تكون مناسبه لعمر الطفل وهكذا. فعندي انا هي الشغلات هي بتعمل لي وقايه من النخر. هلا اذا نحن عندنا نظام غذائي بيعتمد على السكريات، احيانا في اطفال بيضيفوا للحليب عسل، فكروا انه هن عم بيغذوا اطفالهم بس هن بيهملوا الناحيه السنيه، فبنلاقي باعمار كثير مبكره عندي نخور ونخور جائحه. يعني انا مو عندي بسن ولا سنين، عندي بالاسنان كلها اللي بازغه، هدول الاسنان في منهم اللي هي الاسنان الاماميه بتتبدل ب7-8 سنين، بس انا عندي الادراس الخلفيه او الاسنان الارحاء المؤقته بتتبدل 10-11-12 سنه، يعني انا لسه عندي كثير فتره منيحه لحد ما يتبدل انه يترك هذا الطفل بتسوس والم يعني. تمام. وعندك انت حتى الاسنان اللبنيه هي اسنان صغيره، فهي ما في طبقات مينا وعاج منيحة عندي، فأنا عندي العصب أو اللب سطحي، فأنا فوراً بيوصل النخر للعصب، ففوراً بيصير أنا عندي آلام أو ممكن يتموت العصب على البطيء فيصير عندي خراجات. يعني الأهل بيجوا عندي متفاجئين إنه أنا ابني يعني ما لحق يصير عنده خراج، إمتى لحق يصير عنده خراج؟ فهي هي اللي بتلعب دور، وهي هي الناحية اللي هن الأهل ما كتير على اطلاع فيها، لأنه هن كل معلومات طب أسنان لأسنانهم بيسقطوها على أطفالهم، هو اختصاص كتير مختلف عن طب أسنان البالغين، يعني من حيث البنية، من حيث التقنيات، من حيث كل شيء هو مختلف. شكرا كثير لك طبعا ضيفتنا الدكتورة إيناس الحلاق على كل هاي المعلومات القيمة، وحضرتك الاختصاصية ماجستير في طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لكم كثير ويسعد أوقاتكم وشرف معرفتكم. مشاهدينا مكملين باقي حلقتنا معكم لليوم، ولكن فاصل صغير وراجعين.
عم تستمر الفعاليات ونشاطات الترفيهية والثقافية للأطفال يلي عم تقوم فيها منظمة طلائع البعث. يمكن هلأ بالفترة أو بهذا الصيف تحديداً شفنا معسكرات خارج محافظات الأطفال عم يسفرون. صحيح. يعني هيك بيخلوك تحس إنه ما لي إرجع يعني على المنظمة إذا بتريدوا. صدقاً للأمانة هزار، يعني أنا من الأشخاص اللي راحوا على هاي المعسكرات، يعني شاركت بمعسكر لمنظمة طلائع البعث، فعلاً تجربة كانت جداً جميلة. أسبوع من الزمن انك انت تكوني فيها لحالك، طبعا ما معك اهلك، عم تتعلمي فيها مهارات معينه تعتمدي على نفسك، عم تتعلمي فيها شيء ثقافي ترفيهي تعليمي، كل هدول الانشطه الموجوده طبعا بلا ما تكوني عم تضيعي وقتك مثلا بالشارع بشكل عام. يعني الناس بتلاقيها انه خلص اجت الصيف ينزلوا اولادكم بس بدهم يعني يخلصوا منه، هو بالنهايه شيء مفيد للطفل تماما. وبنفس الوقت بزعل لانه يمكن الفتره اللي انا كنت فيها بمعسكر لمنظمة طلائع البعث ما كان في هي الحرب طبعا اللي شنت على سوريا، فاحيانا بتزعلي على هذا الجيل ما عاش كل هي التجربات، ولكن شوي شوي عم يحاولوا طبعا يرجعوا طبعا بجهود المعنيين بهي المنظمه. مؤخرا شفنا هذا المعسكر اللي كان المميز في انه هو من نتاج رواد والطلاب والاطفال الموجودين وكان بمحافظه طرطوس. خلينا نشوف شو كان هذا المعسكر وشو تضمن وشو هي النشاطات بالتقرير التالي. الدوره الثانيه للمخيم الترفيهي لرواد منظمه طلائع البعث في منتجع الشهيد باسل حافظ الاسد محافظه طرطوس. استقبال الرواد من مختلف محافظات سوريا. كانت المناشط متنوعة وغنية جدا، من رياضة، موسيقى، غناء ورقص وفقرات متنوعة. نرى الاهتمام والمحافظة الكبيرة على نظافة الطعام المقدم للرواد. من أجمل الأوقات التي قضاها الرواد في المخيم هي السباحة والذهاب إلى جزيرة الرواد لما فيها من أزقة وقلاع تحمل تراثاً عميقاً، وعادوا بذكريات لا تنسى. كنت أفكر أنه مخيم عادي مثل أي مخيمات، بس طلع أنه في اهتمام كبير ونحن عن جد بحاجة لهيك اهتمام. كتير كتير حلو، أنا كتير بتشكره. مزبوط حكي على فكرة. حفلات السمر كانت رائعة وممتعة بكل معنى الكلمة لما فيها من التعرف على أصدقاء جدد وقضاء أجمل الأوقات. إن تعرفنا على أصدقاء جدد، وشكرا لكل المشرفين اللي ساهموا بهيك مخيم حلو. لمنظمة طلائع البعث بقول لهم شكرا، شكرا لأنهم يعني اتاحوا لنا هالفرصة، هنا صنعوا طفولتنا. يسلموا أهلين. تضمن المخيم ثلاثة أيام تكللت بالمناشط الجميلة، التعارف والأوقات الممتعة، وانتهت بوداع مليء بالدموع وعلى أمل اللقاء على أغنية لا وداع لا وداع، بل لقاء بل لقاء.
كلنا بنعرف قد ايه الفن طبعا بكل اشكاله عنده مقدره كثير كبيره على نقل الاحساس والمشاعر للمتلقي، فما بالنا اذا عم نحكي عن الفن التشكيلي يلي قادر يوصل لشعور وقضايا جدا عديده طبعا هزار عن طريق لوحه والوان وبعض الخط طبعا والتشكيل. الفن التشكيلي دائما بعيدا عن موضوع الكلام، خاصه انه بينترك باغلب الاوقات يعني هي لوحه بتنترك لفهم الناس وقد ايه ممكن هي تفسر وتعمل لها يعني تجسيد لحياتها او القضايا اللي بتعيش هي فيها. صحيح، فما بالنا منير لما يكون الفنان التشكيلي قادر انه يوصل رسالته مو بس عبر لوحات وانما عبر الكثير من القصص والفنون يلي ممكن يشتغلها. وما بعرف كيف بيلاقوا وقت الفنانين. اليوم رح نعرف مع الفنانه التشكيليه مرام الرواسي اللي صارت معنا ضمن الاستديو. يا ميت اهلا وسهلا. يسعد اوقاتكم. يسعد اوقاتك، اهلا وسهلا فيكي. هلا بالبدايه مرام خلينا فورا ندخل انه ايمت بلشتي بالفن التشكيلي؟ شو هن الامور اللي خضعتي لها مثلا اكاديميا ولا بتحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع؟ بلشت كثير من زمان، تقريبا من 10 سنين كنت لسه طالبه بالمدرسه. الفكره انه كل حدا مننا في داخله موهبه او في داخله شيء هو بيحبه، عليه انه يكتشفه ويطوره. بديت الفكره لما انا يلفت نظري هدول شغلات الاكسسوار او قطع مثلا اقواس الشعر، بكلات الشعر، فاجي اهتم يعني مثلا شوف موديل ارجع على البيت بدي اعمل مثله، بدي طبقه نفسه. حاولت هيك ابلش يعني شغلات كثير بسيطه، اعمل هدايا لرفقاتي بالمدرسه، اعمل هدايا لانساتي انه انا عامله يعني شيء بايدي. كانوا مبسوطين كثير كانوا مروقين علي. كل يوم هديه لانه بعدين صرت اكتشفت انه انا عن جد قادره انه انا اعمل شيء، قادره اعمل شيء مميز. بلشت بالصيف سجل دورات اكسسوار، فنون، رسم. حلو، هيك شوي شوي يعني. حلو، طيب شفنا بشغلك يعني بتشتغلي اكسسوارات، بتشتغلي لوحات، وعم تضيفي اوقات لوحات ورد، نافر، صدف، الكثير من التفاصيل الصغيره، وايضا اضافه لهالشيء كمان شمع. يعني كيف بتلاقي وقت لحتى توازني بين كل هدول؟ هيك بلشت الفكره كثير صغيره، يعني بلشت الفكره من قطع اكسسوار. بعدين صرت احس انه انا ما فيني اوقف في مكان، يعني انا لازم كل ما نزل شيء اتعلمه، كل ما نزل شيء اتعلمه. فجاه لقيت حالي جامعه كل هدول الشغلات سوا، يعني حتى قدمت على المعهد الفني بالمزة، عملت اختبار الرسم ونجحت فيه. فالفكرة إنه لكي طول ما نحن حابين شيء نحن فينا نبدع فيه. كل تقريبا كل أفكاري اللي أنا رجعت بلشت فيها بديت من فكرة هدية جديدة. يعني عنا هدية بدنا نعملها وما بدي أعمل شيء تقليدي وما بدي شيء من السوق. فمثلا أول مرة جربت أعمل صابون فكتير طلع حلو، صابون معطر ببارفانة لرفيقتي. حلو حبة. تمام، فكتير طلعت الفكرة حلوة، فقلت إنه لا أنا ما جرب أعمل شموع. فجربت اعمل الشموع فطلعت الفكره كثير حلوه، رجعت عملت بوكيه ورد من الصابون والشموع بدل ما اهدي ورد طبيعي، بعمل الورد انا وبهدي. الفكره انه انا كمان صرت مديره القسم المهني لمؤسسه انانا، يعني نحن دربنا سيدات على هي الاشغال اليدويه صاروا يحققوا من خلالها مردود مادي. برافو. كمان بفتره من الفترات تطوعت مع فريق لما تامل لذوي الاحتياجات الخاصه، كمان دربناهم على صناعه الصابون، كمان صاروا هن قادرين يحققوا مردود مادي. الفكره انه انا لما بشوف هدول الاشخاص اللي انا عم علمهم هي المهن، هن عم يقدروا يبدعوا، عم يقدروا يحققوا مردود مادي، عم يقدروا يعملوا لمستهم الخاصه، كثير بكون مبسوطه. يعني هلا اغلب الناس مرام بيتحججوا بموضوع الوقت، انه ما في وقت. اليوم قد ايه اخذت منك كل مهاره مثلا جهد او وقت لحتى تعلمتيها واتقنتيها؟ يعني هي هذا والله ما في وقت، يا ريت النهار 24 ساعه ثانيه. يعني هي المده الزمنيه ليتعلم الواحد مهاره مثلا. تمام. انه في ناس دائما بتقول انه اخي ما بنلح. خلينا نحكي بواقعيه، كل حدا مننا اي مخلوق بالعالم موبايله بايده 24 ساعه، صح؟ صحيح. طيب بدل ما نحن نقعد نحكي ضيع وقت شو عملنا، او بدل ما نفتح فيسبوك ونشوف العالم شو عم تعمل، انا من وجهه نظري انا ماسكه موبايلي 24 ساعه، بفتح يوتيوب بتعلم، بسجل دوره اونلاين بتعلم، وانا قاعده ببيتي. انا اليوم ما بقتنع انه في انثى مثلا تجي تقول لي انا ما بعرف اشتغل شيء او مالي قادره اشتغل شيء. انت في بايدك الموبايل اليوم هو ثروه صراحه. طبعا اي شيء بالعالم بدنا نتعلمه فينا نتعلمه من خلاله. يعني حتى انا جرافيك ديزاين، ف
فانا اول ما بلشت اتعلم عن طريق اليوتيوب على الموبايل، واذا بدك ما كان عندي لابتوب، يعني انا حتى كنت صمم على الموبايل. فالانسان لما بده ينجح قد ما كانت الشغلات يعني اللي بايده قليله هو قادر ينجح. حلو، هو قادر ينجح. طيب هذا الوقت اللي قطع من وقت بلشتي لهلا، قد ايه حسيتي تطورت مهاراتك وتطورت القصص ونظرتك للوحه بدك ترسميها، لاكسسوار بدك تصنعيه؟ كانت الفكره مثل ما قلت لك انه انا اهدي فلانه اعمل قصه مميزه. اليوم صارت الفكره انه مرام عم تحقق ذاتها، انه مرام لسه ما رح توقف في مكان، طلعت شغله جديده لازم مريم اول وحده تتعلمها. يعني مثلا على مستوى الكروشيه الصوفي اللي نحن بنلبسه بالشتويه، فكلت عم بشتغل قطع كثير حلوه لبابيات وكذا. اجت الصيف فانا قعدت افكر انه معقوله خلاص يعني خلصت، ما عاد في سناره، راحت للشتويه الجايه والله مو ظابطه. فجبت شرايط ساتان كثير 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 رفيعه وقعدت اشتغلها بدال الصوف، فهي بتلتبس بالصيف. حلو، يعني ما فيني وقف بمكان، وانا مخلوقه ما بعرف افكر داخل الصندوق. يعني انا ما فيني افكر بس بالشيء اللي عم تعمله الناس، انا على طول افكر خارج الصندوق. يمكن هذا الشيء اللي عم يميز شغلي بهي الفتره. طيب هلا انا اذا بدي اسال، انت وين شايفه حالك؟ يعني ما عاد اعرف، كنت بروح على الفن التشكيلي ولا برجع على الكروشيه ولا بروح على الصابون ولا بنروح اعطيك سر كمان، انا دارسه اداره اعمال كمان. يعني فيك تديري الشركه وتشتغلي فيها لحالك، ما بدك حتى ناس. ما بدي موظفين وما بدي مدير. وين بتلاقي حالك اكثر بين كل هدول الامور؟ ولا كل واحد له كمان؟ رح اقول لك سر، انا كمان اديبه وكاتبه وبنادي ادباء الشباب بكتب شعر وخواطر. ليك الفكره والله انه نحن طول ما نحن حابين شيء عن جد نحن قادرين نبدع فيه. بتطلعي مشاوير بتشوفي العالم ولا ما في وقت؟ ما عندك وقت تطلعي تشوفي حدا؟ لا ما عندي رفقه، يعني رفقاتي كثير قلال، هي دائرتي الصغيره كثير كثير. يعني ما عندك وقت تنموا على بعض وتحكوا عن الناس؟ حتى ما عندي وقت نكد، تخيل. حلو، معناته على الواتساب انت ابدا ما في كتابه، كله فويس نوت. انا الواتساب تبعي مثبته بس اول ثلاث محادثات، يعني هدول اللي بستخدمهم والباقي عادي. يعني انه مثلا زبونه عم تحاكيني برد عليها كذا، بس يعني عندي بس ثلاث محادثات اول شيء. انه هي رساله لكل الناس المتزوجين، اذا مرتك عم تنكد عليك علمها حرفه، كمتني كم شغله. والله وينك، روح خليها تسجل دورات اونلاين، والله ما عاد تشوفها. ايه وكمان بطبخ، يعني مو حجه يعني اذا كانت عم تشتغل ما بتطبخ. هلا انت عملتي ازمه جدا للي عم يشوفونا صراحه مرام. طيب قد ايه مهم او حلو برايك انه الفنان يفكر بهي الطريقه خارج الصندوق، يفكر خارج المألوف؟ يعني عم تقولي لي انه عم تعملي من شرايط ساتان بلوزه او شيء ممكن ينلبس بالصيف، يعني قد ايه ممكن يطور الفن هذا التفكير؟ اكيد احنا هلا بفتره صعبه، خلينا نقول نفسيا، يعني كجيل شباب نحن هاي الفتره كثير صعبه نفسيا، علينا نحن انه نطلع حالنا من هاي المرحله. يعني نحن طول ما لنا قاعدين وعم نقول نحن ما لنا قادرين نعمل شيء، نحن فعلا حنكون ما لنا قادرين نعمل شيء. الفكره لما نحن بنشوف شيء ونحن بنحاول نعمله بايدنا، يعني بلمستنا نحن، بفكرنا نحن. يعني على مستوى مثلا مهندس الديكور، خلص متعودين انه مثلا هي بنايه هيك شكل البنايه، لما بيجيكي مهندس ديكور عم يفكر خارج الصندوق، شاف شكل ليمونه وراح عمل البناء على شكل ليمونه. هذا المهندس، انا عم بعطيكي طبعا مثال، هذا المهندس اكيد اجره او اكيد اسمه ما راح يكون مثل باقي الاشخاص اللي عم تشتغل ضمن هذا المجال. ونحن نفس الشيء، نحن قادرين طول ما نحن بنقدر نحلم ممكن نتخيل شيء ونحن نقدر نطبقه على أرض الواقع. بدي أقول لك فكرة، أنه أنا لوحاتي كلها ولا لوحة أنا راسمة قبل ما أشتغل، يعني لوحاتي ولا لوحة مرسومة على القماش قبل ما أنا أشتغل. أنا برسم اللوحة براسي وبطبقها على أرض الواقع. اليوم حضرتك يعني ساعدت كثير من الأشخاص ليتعلموا مهارة من المهارات اللي بتعرفيهم، قد ايه حلو الواحد يعلم، يعني تجربه التعليم شو فرقت انه انت كنت عم تتعلمي لحالك وتنفذي، قد ايه فرق معك انك انت تعلمي اشخاص وتشوفي انه هدول الاشخاص وصلوا لمكان ما؟ يعني هيك هي الفكره، التعليم الى لذه مثل لذه وقت انا عم انتج شيء. يعني كيف انا لما بكون عم بعمل لوحه وبس تخلص اللوحه انا بطير عقلي فيها، نفس الشيء انا لما بكون عم اعلم سيدات، خصوصي اذا كانوا هن متجاوبين معي، وخصوصي اذا كانوا هن بحاجه لمردود مادي، يعني هن بحاجه انهم يشتغلوا شيء، واجي انا اعلمهم هذا الشيء وشوفهم هن بلشوا يبيعوا قطعهم.
فيعني انا هي فرحتي فيهم بتكون عن جد ما بتساوي. شو اكثر المشاكل كنت تشوفيها عند هدول الناس؟ يعني انت لما بتعلمي هدول الاشخاص او خلينا نقول هدول السيدات بيجيني اشخاص، هلا في شغلات انا بالنسبه لي صارت يعني بعد شغل هاي الفتره كلها، وبما اني مختصه بكثير قصص وكثير شغلات، في عندي شغلات بديهيه تمام. يعني مثلا انا ضم الابره بالنسبه لي يعني ولا شيء، يعني ما في داعي اعلمه انا بالنسبه لي تمام. بتجيني سيدات هي ما بتعرف تضم ابره، يعني تخيل لهي الدرجه. ايه فانه هون انا بواجه صعوبات انه الشغلات البديهيه انتم ما بتعرفوها، يعني لهي الدرجه. مثلا اذا نحن بدنا نفوت لولو بقلب خيط، يعني انا بالنسبه لي هي شغله ما بدها تعليم، انه خلص خذوا الخيوط فوتوا بقلبهم اللولو لكرمال نحن نعمل عقد او نعمل شيء تمام. بتجي مثلا سيده بتقول لي انه انا كيف بدي ضم اللولو بقلب الخيط، يعني في شغلات بدل المبادئ الاساسيه بتعامل مع اشخاص هن ابدا ما عندهم. شو الشريحه العمريه اللي انت مثلا اشرفتي عليهم هون؟ او هدول احنا بس نعرف انه هدول الاشخاص هون اللي عم يبحثوا عن ايجاد نفسهم وليلاقوا شغلهم او يوقفوا على رجليهم، بس ما بعرف اذا هنون شريحه صغيره بالعمر او ناس كبار. يعني كمان رح اقول لك شغله، دربت عالم كثير صغار، يعني اولاد كانوا نادي صيفي فكان عمرهم تقريبا من الخمس سنين لل 12 تمام. دربت سيدات بقرية درعلي، كان عندي الشريحة من البكالوريا، يعني من عمر البكالوريا كانوا مخلصين بكالوريا لل 65 سنة تقريبا استقبلت سيدة. عم نحكي تقريبا بمنطقة ريفية وشبه ريفية، يعني ايه. والفكرة انه الصعوبة كتير لما انا بكون عم بتعامل مع حدا كبير بالعمر، يعني حدا اكبر من ماما، فهي الفكرة انه انا صغيرة وانا عم درب عم علم حدا كبير، فانه بدك تنتبهي تحاولي تراعي مشاعرهم، تحاولي انه لا انتو الاعلم مني، بس انه هي الشغلة انتو لازم تعرفوها. هون الاسلوب كتير بيلعب دور، لانه هدول السيدات كتير حساسين. يعني هون عندنا سيده فاقده زوجها، هون عندنا سيده مثلا هي ما عندها معيل، يعني سيده هي حامله كثير هم. كمان دربت امهات ذوي احتياجات خاصه، فهون كمان كانت كثير صعبه لانه الام هي منهكه بالبيت، يعني هي عندها طفل ذوي احتياج خاص وهي على طول تعبانه نفسيتها، لانه انتم بتعرفوا قد ايه بده شغل هذا الشخص. فكمان هون انت بدك تحسسيها انه انت جايه يعني تروحي عن نفسك عندي، بنفس الوقت تتعلمي شيء مفيد. طيب خلينا ننتقل لفكره المعارض والسوشيال ميديا. قد ايه بهذا الوقت بتحسي انه السوشيال ميديا بتخدم الفنان التشكيلي، خصوصا بشغل مثل شغلك يعني بعده مجالات بالفن؟ لما احنا هلا بهذا الوضع بدنا نسوق لشغلنا، المحلات اسعارها فظيعه، يعني نحن اليوم كصبية صغيرة ما لها قدرة صراحة تفتح محل وتسوق من خلاله. عم نتجه شوي لموضوع خليني اقول لك المعارض. هلا في شيء حلو مفيد يعني لازم البنات تنتبه عليه اللي مبلشة مشروع، انه المراكز الثقافية عم تقدم صالات عرض مجانا، يعني الصالة كلها مجانا، كل فترة عم يعملوا معارض مثلا مشتركة، ممكن الصبية تشترك مع حدا هي مثلاً وصبيتين ثلاثة تعمل معرض تبيع من خلاله، تعرض شغلة من خلاله مجاناً تماماً. كمان في فكرة البازارات اللي كل فترة عم يصير بازار بمكان. هلأ هون بيكون في أجر بسيط للطاولة، بس كمان بيكون في إعلان كبير عن البازار، يعني لما بيكون الإعلان كبير فبيكون في استقطاب أكبر للناس تمام. الفكرة أنه كمان بدي أقول لك شغلة، نحن مو شرط نبيع من أول مرة، يعني في بنوتات مثلا بيجوا اشتغلوا اشتركوا ببازار بيجوا بيقولوا لي ما بعد. طيب الفكره انه انت العالم بدها فتره لتتعرف عليك، لتشوف شغلك، لتشوف الكواليتي تبع شغلك، لتشوف انه انت شو قادره تعملي شيء مميز لهي البنوته او لهي الصبيه. فالفكره انه نحن مو شرط من اول مره نبيع، يعني يا لطيف شو فشلت، يا لطيف شو وقعت، يا لطيف شو عملت شغلات وما انباعت. يعني هي بكل الناس اللي بتبلش شغل جديد هي بشوفها كثير بالمجتمع، لانه نظرتنا سلبيه على اي مشروع بنبلش فيه ما بيطلع انتاجيته فورا. واقول لك سر، يعني اللي بده يشتغل وينجح ما يعطي اذنه للناس. يعني اول ما بلشت المشروع كنت عم بشتغل اكسسوار، نص الكره الارضيه اجت قالت لي انه مرام ما لقيتي غير هذا المشروع، كل العالم عم تشتغل اكسسوار هلا. طب شو الفرق؟ ليه انت بتعرفي انه كل هالناس عم تشتغل بهذا المجال وممكن انت تلاقي فرصتك فيه؟ هي اغلب العالم بتروح على الشيء الفريد اللي ما حدا عم يشتغله. لا لانه بس مو سر، هذا سر بدك تقوليه؟ هذا مو سر. الفكره انه نحن برجع بقول لك كل حدا بالحياه عنده شخصيته تمام. ليك في ناس شخصيتها ما لها قويه لدرجه انه هي تدافع او تحارب عن حلمها تمام، في اشخاص بلشت ونجحت بس وقفت بمكان.
لظروف معينة. استسلمت لظروف معينة. ممكن تكون استسلمت لظروف معينة، ممكن هي شافت حالة بس هون. تمام. تمام؟ يعني أنا اليوم الحمد لله رغم كل شيء عملته ورغم كل شيء عم بعمله، وقلت لك مو بس بالأشغال اليدوية، مو بس بالفن، بأكثر من مجال، لسه ما لقيت حالي إنه أنا وصلت. يعني أنا لسه عندي كتير شغلات وكتير أحلام بدي أعمل. طيب يعني أنت ضد فكرة إنه الأشخاص اللي إذا لقوا مشروع بيقلدوه فوراً؟ يعني فلان فتح محل شاورما، إنه شغال، يلا الكل بيفتح شاورما، فلان عم يصنع أكسسوار، يفتح محل شاورما ما بيقدر يعمل نفس الشاورما اللي عم يعملها هداك. لك على مستوى ممكن تطلع أطيب، على مستوى شاورما ممكن هذا المخلوق يحط مكون بهي الشاورما تطلع أطيب بمليون مرة من هديك الشاورما. فهذا الزلمه يلي قلد هداك ينجح اكثر من هداك ب 100 مره. لا بعتذر عن مثال الشاورما يا جماعه، انا جوعان جوعتنا الله يسامحك مني. طيب مرام خبرينا شو الحلم، شو الطموح اكثر من هيك؟ بعدك عم تقلي لنا هلا انه ما وصلت للي بدي اياه، ما لقيت حالي بالشكل خلص التوب يعني. لك طول ما نحن عايشين كل يوم في حلم حلو، كل يوم في حلم ما في. لك لما انت بتحطي حلم وبتصلي له فخلاص يعني انت وصلتي، فقدتي لذة السعي. تمام، يعني هي اللذة بالطريق مو بالوصول. تمام. للهدف. شعور الوصول كتير حلو انه انا انتصرت وهي بس يعني ايه وبعدين خلاص وصلت. فالفكرة انه احنا ما يكون عندنا حلم نوصل له، احنا يكون عندنا كل يوم حلم عم نحققه. حلو. طيب مرام، يعني انا حابه كثير الثقه اللي انت فيها، حابه كثير الطموح اللي انت فيه، وبظن لازم كل هذا الجيل يكون بهذا السعي بهذا الابداع. تترك لهم مرام الكلمتين هلا هذول، لانه متعدده المواهب يعني. فكثير نحن بنشوف اشخاص هلا حاليا للاسف خاصه سيدات انه رابطين مصير حياتهم يا بزواج حصرا، انه انا اذا ما تزوجت فتدمرت الحياه بالنسبه، خلصت أحلامهم وحياتهم، أو رابطين حياتهم فقط بموضوع أنه أنا لازم أنجح فقط دراسياً يعني، فهذا الشيء اللي بيحميني. بينما في كتير سيدات عم يروحوا لأتقان حرف معينة، عندهم موهبة معينة، قد ما ممكن هي عن جد ساعدهم ليوقفوا على رجليهم بهالظروف. السر هو هلا عن جد هذا سر النجاح، هذا عن جد سر، هذا التوب سكرت. اوكي توب يعني حنفكر الأسرار. السر هو أنه عن جد حبوا بعض. حبوا بعض يعني حبوا حالكم عشان انتوا تعرفوا تعملوا شيء العالم تحبه. حبوا بعض، بعدوا عن القال والقيل، نحن كجيل بعدوا عن هي الافكار او الشغلات اللي ما لها طعمه وما لها داعي. يعني قد ما نحن مثلا لحقنا اخبار، لحقنا قصص، لحقنا فلان عمل وفلان سوى، انا بزعل والله بزعل، يعني بزعل على جيلنا يعني مني ونازل على الوقت اللي ضايع، بزعل على جيلنا على الافكار اللي براسهم. يعني انا مثلا شو بدي بهذا المطرب، شو نزل غنيه لحتى انا اقعد حط همي، عن جد عم بحكي حط همي واقعد شوفه. طب انا شو يعني، ليش ما العالم تلتهب اخباري؟ ليش وقتي بالشكل الصح؟ تمام، حبوا بعض. الحب بخلينا نعمل كثير شغلات حلوه. الحب لما بيكون صح بخلينا نعمل كثير شغلات حلوه، بخلينا ننجح كرمال اشخاص، بخلينا ننجح كرمال نشوف سعاده بعيون اشخاص معينه. ودافعوا عن احلامكم قد ما كانت صعبه، واياكم اياكم اياكم تستسلموا قبل ما توصلوا للشيء اللي انتم بتحبوه. الفنانة التشكيلية مرام الروا، شكرا كثير لك ولهالجو اللطيف اللي اضفتيه للفقرة، وان شاء الله هيك بنلاقيكي نجمك عالي واسمك عالمي مو بس محلي. شكرا. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا. يا هلا. خليكم معنا فاصل صغير وراجعين لنكفي ما تبقى من برنامج دامسكم. الطاقة الإيجابية طبعاً دائماً بنشوف إنه كل الناس بتحاول تدور عليها بطقوس معينة، بإجراءات، بحديث، بطلعة، وصلت الأمور حتى لموضوع الديكورات المنزلية. صحيح. إنه ما بعرف قد إيه الناس ممكن هي بيلمسها هذا الموضوع، إنه إذا غيرتي ديكور المنزل أو الغرفة اللي أنت فيها بطريقة معينة ممكن يكون في طاقة إيجابية. على فكرة لما تاخذوها حرفيا، بس هو عن جد ممكن شيء صحيح، لانه احيانا بتفتح الشباك بتدخل الشمس بتهوي الغرفه. صحيح. بطريقه معينه بتحسي انه في رياح اكثر. لا انا هي الحركه اوقات كثير بحاول اعملها، يعني بحس انه طاقه الغرفه جدا سلبيه، فبضيح التخت هيك بعمل شغلات، فعرفت يعني بتجي امي بتلطمها شو عم تسوي، عرفت؟ فطاقتي بتصير ايجابيه، ولكن طاقه البيت بيشوفوا الدنيا عم تتلعبج وتغير للاسف. هلا حنعرف الفقره القادمه طاقه المنزل والغراض اللي بالمنزل قد ايه ممكن تعطينا طاقة، شو اللي لازم نتخلص منه، شو اللي لازم يكون عنا بطاقة تيبس بالفقرة القادمة.
نحكي عن طاقة المكان وأهميتها، شو هي طاقة المكان؟ عن جد إذا أنا حطيت مثلا صورة معينة ببيتي، لوحة معينة ببيتي، حتعطينا طاقة سلبية؟ عن جد عن جد في تماثيل ممكن نحن نحطها تكون هي مصدر السلبية لبيتنا؟ أكيد. عن جد في ألوان ممكن أنت تضيفها لغرفة القعدة أو لغرفة النوم تعمل لك قلق وتعمل لك تعب نفسي؟ أكيد. فمن هون بنعرف طاقة المكان قديش مهمة على بيوتنا، على مكاتبنا، على حياتنا بشكل عام. انت اي شيء عم بتحطه ببيتك عم يكون هو مصدر يا للطاقة السلبية يا للطاقة الإيجابية. طيب شو اول شيء فيني انا احكي فيه بطاقة المكان او بالفانك شوي؟ هو مدخل الرزق للبيت. شو هو؟ باب الصقاق او باب المنزل. الباب لازم على طول يكون مرتب ونظيف، وحتى خلف الباب يكون كتير مرتب ونظيف، لأنه هو مدخل الخير. كيف يعني مدخل الخير؟ يعني إذا أنت جايب غراب حتفوت من باب البيت، إذا أنت قابض راتبك حتفوت من باب البيت. فمدخل البيت كتير مهم على طول يكون معطر ونظيف ومرتب، لأنه بيعكس على جو البيت كله. طيب إذا بدنا نحكي بشغلات تانية، هل عن جد في اشياء ببيتنا نحن بنكون حاطينها وعم نستخدمها وهي طاقه مرض بالفانك شوي وطاقه سلبيه؟ طبعا. يعني انا اذا عم بشرب بفنجان مشعور او صحني منقور، هل هو طاقه سلبيه؟ طبعا طاقه مرض، لانه طاقه الصحن غير مكتمله، فما حيعطيك هي الطاقه، وطاقه الفنجان غير مكتمله، فيها شعر او فيها كسر. هل عن جد اذا انا بيتي ماله نظيف أو في غبرة أو في أماكن كتير فيها كركبة بيعطيني طاقة سلبية؟ أكيد طبعا. كتير بدنا ننتبه نخفف من أنا بقول لهم خففوا من الكركبة بالبيت، خففوا من الشغلات المكسورة، من الشغلات اللي ما بنستخدمها. ممكن عندك كتير شغلات أنت ما بتستخدميها وحاططيها بزاوية معينة وللأسف مليانة غبرة. كيف بدها تكون طاقة هاي الغرفة أو طاقة هذا المكان اللي أنا قاعدة فيه؟ أكيد حتكون كتير سلبية. نتخلص من أي شيء نحن مو بحاجة لإله ونستبدله بطاقة إيجابية. كيف؟ أنت أي شيء ممكن ما بتستخدمي بس غيرك هو بحاجة لإله، ليش أنا ما تكون عندي هاي الطاقة؟ أني أنا هذا الغرض ما بستخدمه ما بديه، بس غيري ممكن يكون بحاجة لإله، فأنا أعطيه مثلا لجارتي لرفيتي. أول شيء أنا نظفت بيتي من الكراكيب ومن الأغراض الزايدة اللي عندي اللي هي بتعمل إعاقة بدوران الطاقة بالمنزل أو بالبنك شوي. وتاني شيء خليت ناس تانية تستفيد من الشيء اللي أنا ما بديه، استفادت منه، فكمان حتجيني طاقة إيجابية. أي شيء منحطه ببيتنا هو مصدر يا للطاقة الإيجابية يا للطاقة السلبية. حتى الديكور يلي نحنا بنعتمده بألوان غرفنا أو بالجدران، هذا كله بيعطينا طاقة يا سلبية يا إيجابية. يعني رح نعطي مثال بسيط، إذا أنا مدهنة ببيتي لون أسود، غرفة مثلا فيها أسود أو شيء، كيف حتكون الطاقة فيها؟ أكيد حتكون متعبة. في شيء تاني يلي هو للأسف درج من فترة، اللي هو الألوان الكنبايات اللي هي صارت أسود وأحمر، وبغرفة القعدة من الشغلات اللي جدا مضرة، لأنه أي حديث حيكون حينتهي بمشكلة. لون أحمر ناري، واللون الأسود اللي هو بيعطي شوي أحيانا طاقة سلبية، فأنا جمعت اللونين مع بعضهم فصار الحديث بغرفة القعدة كتير قوي وكتير عنيف. فطاقة المكان كتير مهمة أو الفانك شوي كتير مهم. أي شيء بدنا نضيفه ببيتنا المفروض يكون مصدر سعادة لنا وطاقة إيجابية، لأنه هذا البيت بالنهاية أنا عم برجع آخر النهار لحتى أقعد فيه ولحتى أكون مرتاحة فيه، فلازم تكون الوسائل المحيطة فيه كتير مريحة، ما يكون مصدر إزعاج. كتير منفوت على بيوت بتكون بقمة الفخامة ومنقول ما ارتحنا أبدا، ليش؟ لأنه بيكون كتير ضايفين أشياء بالفعل بتعطي طاقة سلبية. وكتير منفوت على بيوت بسيطة وروى وبتحسي حالك قاعدة مالك قلب تقومي، ليش؟ لأنه بيكونوا حاطين الشغلات البسيطة الهادية، الألوان الرائية، والبيت نظيف ومرتب، فبتحسي حالك أنت كتير مرتاحة. فكتير ننتبه لأي شيء نحن عم نضيفه ببيتنا، لاختيار ألواننا ولحتى غرف النوم كتير بتأثر. وبحكي أنا أنه حتى بغرف النوم عندنا غرف الكبار غير غرف الصغار، هي كتير معلومة لازم ننتبه لها، غرف الصغار كتير حساسة وكتير مهمة نعتني بطاقة المكان تبعه. هلا طاقة الفانك شوي ومع الألوان
هنن خليط فينا نقول، لأنه البيت بده ألوان وبده قصص نحن نضيفة. فنحن إذا عنا أشخاص مثلا شخص مريض أنا بقول لهم مثلا، أو شخص كبير بالعمر بقول لهم خلوا الألوان الموجودة بغرفة نومه هادية. يعني اللون الموف هو من ألوان الشفاء، اللون الموف من ألوان الشفاء، ألوان روحانية يعني لون شفاء، أو اللون الأخضر أو اللون الأزرق، هدول كلها ألوان شفاء. نحن لما منضيفة منساعد المريض على الراحة النفسية بالمكان اللي هو قاعد فيه، مثل إذا عملت له أنا لون أصفر أو أحمر. في شغلة كمان المفروض نضيفة بطاقة الشفاء، يعني أنا مثلا فقت مرشحة مقربة ولادي نفس الشيء، شو الشيء اللي أنا لازم أعمله حتى تكون أو تمص طاقة المرض؟ الشموع. الشمع كتير مهم يكون موجود بالبيت، وخصوصي إذا طاقة مرض، في مرض بالبيت نشعل الشمع الأورانج. اللون الأورانج هو من الألوان الشفاء اللي هو بمص طاقة المرض، فكتير حلو أني أنا أكون عندي شمع أورانج. حسيت مثلا هيك بيتي في طاقة مرض اشعلها شوي، كتير برتاح. وأهم شيء نفتح أول شيء نهوي البيت، يعني نفتح شبيكي تهوى البيت، وأكيد في له طريقة تنظيف طاقية للمنزل حنحكي فيها، بس وجود الشمعة الأورانج اللي هي بتمص للمرض كتير مهمة بأي بيت. نصائح أخيرة عن الفانك شوي أو عن طاقة المكان، نتخلص من أنا خليني أقول الكراكيب يلي موجودة بالبيت اللي أنا ما عم بستخدمها، نتخلص منها لأنه حتعمل إعاقة للطاقة. نحاول على طول بيوتنا تكون كتير يعني لطيفة خفيفة، مشي بالفخامة وكثرة الأشياء والتحف وهيك، لا كل ما كان البيت بسيط أكتر كل ما كنتي أنت مرتاحة بطاقته أكتر. وأكيد بحلقات تانية حنحكي عن وجود اشياء بتعطينا طاقه او بتعطينا جذب للمال، مثل شلال المي او حوض السمك او الالوان اللي نحن منضيفها بغرفه القعده او بالمطبخ، لحتى يكون بيتنا عن جد كتير كتير مريح. مشاهدينا لهون بتكون خلصت رحلتنا معكم بدامسكو بساعة من الوقت، إن شاء الله تكونوا أخذتوا شوية طاقة إيجابية من البداية حتى الختام، يعني حتى الختام عم نحاول قدر المستطاع يكون بإيجابية. منير كده زار، ما تنسوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، وأيضا على الموقع الرسمي لقناة العالم سوريا. لقاءنا بالجدد بكرة، للقاء.